بكعبها العالي فوق دراجة هارلي التي تقودها ابنتها، ليس لسارة بالين نظير لجذب عدسة الكاميرا. هذه المرشحة السابقة لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة عام 2008 تغذي السرية حول طموحاتها لعام 2012، والإشارة الوحيدة التي توحي لنية حملة انتخابية هي هذه الحافلة التي تنوي سارة بالين أن تجول بها جميع أنحاء البلاد. هي ليست حافلة حملة انتخابية، هذه الحافلة هنا لنعبر لأمريكا عن تقديرنا لأصول بلدنا ودعوة الجميع للاهتمام بما هو جيد في أمريكا. لدى الجمهوريين الأمريكيين المترشحون كثيرون، ولكن لا أحد فرض نفسه بشكل واضح. ميت مورني مليونير من المورمون رشح نفسه عام 2008 ولم يوقف حملته منذ ذلك الحين ولا الابتسامة التي يرسمها على وجهه، حملة يمولها بفضل ثروته الشخصية الهائلة وفي الوقت الراهن يتصدر استطلاعات الرأي لدى الجمهوريين. فيما برزت شخصيات جديدة مثل تيم باولونتي وهو المحافظ الليبرالي السابق لولاية مينيسوتا وهو عازم على الخفض من الميزانية الفيدرالية، وكذلك عضو مجلس الشيوخ السابق ريك سانتوروم محافظ متشدد ومناهض للإجهاض. وثمة أيضا ميشيل باكمان التي انتخبت مؤخرا في مجلس النواب والتي تحظى بشعبية كبيرة لدى حركة حفل الشاي، كما أنها تكن عداء كبيرا للرئيس أوباما. أتعهد بإزالة كافة قوانين أوباما حول الصحة. الرئيس المنتهي ولايته أعلن في نيسان أبريل الماضي ترشحه لولاية جديدة وهو المرشح الوحيد لدى الديمقراطيين، فبعد مقتل بن لادن والأرقام الجيدة للبطالة ابتسمت له استطلاعات الرأي، فمهما كان خصمه اليوم هو متأكد من الفوز في كل الأحوال.